عليكم. ولد طبيب الغلابة الراحل في إحدى قرى محافظة البحيرة عام 1944، وتخرج في كلية الطب القاهرة عام 1967، ونجح في أن يسجل اسمه بحروف من نور في قلوب المصريين بعد أن أفنى حياته في خدمة الفقراء. كان في طفل عنده 11 سنة، كل ما افتكر الحكاية دي أعيط. عنده 11 سنة مريض بالسكر، فبعدين قال لأمه: يا ماما هات لي حقنة الأنسولين أحسن من ده. أنا ما سألتش يا ابني لو جبت لك حقنة الأنسولين ولادك مش عارف إخواتك مش عارف الفلوس اللي هنا على قد الأكل والشرب. فالولد راح طلع في السطوح راح بولع في نفسه، هو بيموت قال لها أنا موت نفسي علشان أوفر لإخواتي حق الأنسولين. وأنا جريت عليه لقيت أم صلاح في الرهوة الحرارة والحرارة ماسكة فيه، رحت جايب البطانية وماسكة وحضنه سرعت روحه فيه، وهو قال لها أنا عملت كده عشان أوفر حق الأنسولين لإخواتي أخدوه. طبيب الغلابة في المناصب داخل مستشفيات محافظة الغربية، وخصص عيادته لعلاج الفقراء والمرضى. وفي إحدى تصريحاته قال إنه قرر أن يهب نفسه لخدمة الفقراء وعلاجهم، مضيفا إنه من أسرة فقيرة ومتواضعة، ونظرا لما عاناه وأشقاه في هذا ما جعله يشعر بمعاناة الفقراء. اكتشف الطبيب الراحل في مقابلة تلفزيونية إنه يبدأ يومه بالاستيقاظ في 7:30 صباحا، ثم يتوجه لعيادته ويظل بها حتى أذان المغرب، ثم يعود لمنزله، وبعدها يتوجه للعيادتين الأخريتين بقرية متجاورة لطنطا لتوقيع الكشف الطبي على أبناء القرية، مشددا على أن سعر الكشف في العيادتين 5 جنيهات فقط. وكانت كلمات الطبيب الراحل الأكثر تأثيراً: نشأت فقيراً وأتناول السندويش والفول والطعمية يكفيني، ولا أريد أن أرتدي ملابس بآلاف الجنيهات أو أستقل سيارة طولها 10 أمتار. من منا لم يسمع اليوم نبأ وفاة طبيب الغلابة ولم يحزن على وفاته؟ طبيب أحب الفقراء وخدمهم بدون مقابل وجرس حياته في أرضائهم وتقديم الرعاية الطبية لهم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادك مش عارف إخواتك مش عارف الفلوس اللي هنا.